التحالف يعترض أربع مسيرات حاولت استهداف المنطقة الجنوبية تزامناً مع أربعة صواريخ حوثية على مأرب. رئيس الموساد يحمل واشنطن معلومات عن نووي إيران والدفاع الإسرائيلي تؤكد الحاجة للوسائل العسكرية. أكثر من 70 نائباً ليبياً يدعون لجلسة طارئة للبرلمان لبحث شبهات التزوير وعدم تنفيذ القانون الانتخابي. حمدوك قد ينجز حكومته خلال أسبوعين ومكتب البرهان ينفي مشاركة عسكريين في انتخابات السودان. أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة أخبارية جديدة برفقتنا. أفاد متحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن دفاعات التحالف اعترضت ودمرت أربع مسيرات حاولت استهداف المنطقة الجنوبية، موضحا أن إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق أربعة صواريخ باليستية باتجاه مأرب، مضيفا أن قوات التحالف رصدت استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق. وللمزيد حول آخر التطورات الميدانية والعسكرية وأيضا الإنسانية ينضم إلينا من مأرب مفد الحدث الزميل أحمد باجاتو. أحمد أهلا بك من جديد، هل من معلومات جديدة فيما يتعلق بهذه الصواريخ الأربعة التي تم توجيهها إلى إلى مأرب، وخاصة هل هناك كان تعمد بتوجيه هذه الصواريخ على المدنيين والنازحين؟ نعم جزيل، أربع صواريخ سقطت صباح هذا اليوم على مأرب، لكنها سقطت في مناطق مفتوحة، في مناطق سكنية لكنها مفتوحة لطفا من الله بالمواطنين هنا، كما يقول أو كما قال لنا أحد قيادات الأمنية. أسفرت فقط عن إصابة واحدة لأحد الأطفال، ولا توجد حتى الآن أرقام عن ضحايا أو إصابات سقطت جراء هذه الصواريخ. الشيء المهم هو أن هذه الصواريخ سقطت متوالية كلها تقريبا في ساعة ونصف، استهدفت مناطق سكنية بعيدة كل البعد عن المناطق العسكرية أو مناطق الجبهات التي ليس لها علاقة بهذه الأماكن على الإطلاق. هذا الأمر يؤكد ما تقوله القيادات الأمنية من أن هذه الاستهدافات تهدف في الأساس إلى زيادة ذعر المواطنين هنا في مأرب وزيادة الضغط على المحافظة وزيادة حالات النزوح التي تلجأ إليها وأيضا عدم شعور المواطنين هنا بالأمان، لكن كل هذا لا يبدو أنه وجد صداه لدى المواطنين الذين يؤكدون أنهم تعودوا من ميليشيا الحوثي على هذا الأمر، خاصة وأنهم بعضهم نزح أكثر من مرة. المواطنون هنا في مأرب يقولون أن ميليشيا الحوثي لن تنجح في إشعارهم بالخوف. الجبهات المختلفة الآن تشهد العديد من التقدمات لصالح قوات الشرعية والمقاومة الشعبية. دعينا نتحدث بداية عن جبهة جنوبية، جبهة الحريب، جبهة الجوبة والعمود وأيضا ذنا، كان هناك استهداف قوي لميليشيات الحوثي من قبل قوات الجيش الوطني، وتم إحراق أربع آليات عسكرية من قبل قوات الجيش الوطني تابعة لميليشيا الحوثي تحديدا في منطقة الجوبة. جبهة بيحان وعسيلان أيضا تشهد تقدمات كبيرة واستيلاء على العديد من المواقع من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودة أيضا بطائرات التحالف التي تجوب سماء الجبهات المختلفة ليل نهار وتستهدف بصورة دقيقة التجمعات الحوثية سواء كانت ثابتة أو متحركة. القيادات العسكرية هنا تقول أن ما حدث اليوم يظهر بوضوح وبجلاء أن استهدافات المدنيين تظهر أن ميليشيا الحوثي تقابل العديد من الصعوبات وتتكبد العديد من الخسائر، لذلك هي تحاول التغطية على خسائرها وصرف النظر عن ما تواجهه في الجبهات بإطلاق الصواريخ والمسيرات إما في داخل اليمن
اليمني أو في خارجها تجاه المملكة العربية السعودية. نعم، يعني من الناحية العسكرية نلاحظ أن هناك تغير منذ أسبوعين إلى اليوم في يعني طريقة المواجهة، ومن حيث يعني الأساليب التي تعتمدها الجماعة الحوثية في مواجهاتها. نعم بالفعل، يعني القائد المنطقة الثالثة العسكرية أكد لنا أن الوضع قد تغير تماما، وأن الاستراتيجية التي كانت تنتهجها قوات الجيش الوطني هو استدراج الميليشيا الحوثي إلى التقدم في مناطق مفتوحة ومن ثم استهدافها. الآن تغير هذا الأمر بصورة كبيرة في العديد من الجبهات، وبات أسلوب الهجوم هو المتبع الآن، كما وجدنا في شمال الغرب شبوة، بيحان وعسيلان، وتم قطع الطريق ما بين بيحان وحريب، وأيضا في الجبهة الجنوبية التي استولت فيها قوات الجيش الوطني على عدد من المواقع. نعم. بالطبع لطائرات التحالف دور كبير في هذا فيما يحدث كما تقول القيادة العسكرية، خاصة وأن ميليشيا الحوثي لا تستطيع التقدم أو حتى الثبات في مواقعها، خاصة أنها تستهدف، يعني عندما يتمركزون في مواقع جبلية يحاولون تغطية الآليات العسكرية كونها تستهدف بصورة دقيقة طوال اليوم من قبل طائرات التحالف. نشكرك على كل هذه المعلومات، نبقى في متابعة لأي جديد. كان معنا من مأرب مفد الحدث الزميل أحمد بجاتو. أيضا من موقع سقوط الصاروخ الحوثي الذي استهدف منطقة سكنية في مأرب، قال العميد يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب في تصريحات لقناة الحدث أن ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والنازحين في مدينة مأرب بصواريخها كلما تعرضت للهزيمة في جبهة القتال. حقيقة كما ترون هذه الصواريخ العبثية يطلقوها الحوثة ميليشيات إيران في اليمن، كلما حصل عليهم ضغط في جبهات القتال وكلما هزموا ينفسوا عن أنفسهم بهذه الصواريخ، يؤذوا فيها سكان مدينة مأرب النازحين فيها، كما ترون هنا عندنا بالملايين، أكثر من 4 مليون ساكن في مأرب، فكلما سقط صاروخ يفزع المواطنين ويحدث الهلع والفزع في قلوب الأطفال والنساء وكبار المسنين، لأن هزمت اليوم ضربوا ضربة كبيرة جدا في الجبهات، فهم عمدوا إلى هذه الصواريخ يخففوا أو يبعدوا الحدث عن مسار القتال. وفي شبوة تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة عملياتها لتحرير مديريات بيحان وعسيلان والعين، حيث حققت تقدما في عدد من المناطق ونجحت في استعادة السيطرة على مواقع في جبهة الساق بمديرية عسيلان. أنا في جبهة الساق، جبهة الشرف والبطولات إن شاء الله بإذن الله، وفتحنا جبهة جديدة على العدو من جهة الساق، منطقة هرملية صحراوية، وتم التقدم والسيطرة على طريق الرابط بين حريب وبيحان، سيطرة نارية. ممتاز، علي ربيعي يا ربيعي. اوه نبقى في الملف اليمني، حيث ينضم إلينا أيضا من القاهرة المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبو حاتم. مرة جديدة أهلا بك حضرة العقيد برفقتنا مع قناة الحدث. إذا ما نظرنا إلى إطلاق يعني الجماعة الحوثية هذه الصواريخ إلى مأرب، إلى أي مدى يعني هي تفيد ب يعني هل هي للتغطية على خسائره وهزائمه المتتالية، أم هو نوع من التصعيد الجديد؟ كيف أختي العزيزة وجميع مشاهدين قناة الحدث، حقيقة هي عندما تقوم بإطلاق الصواريخ البالستية أو الطائرات المسيرة باتجاه المدنيين داخل محافظة مأرب، هي تهدف في الدرجة الأولى إلى نشر الذعر داخل المدينة الآمنة ومحاولة إرباك المشهد الأمني، ويعني جعل هذه المدينة مدينة يعني غير آمنة، وبذلك تحدث قلاقل أمنية داخل المدينة.
إضافة إلى ذلك هي تسعى إلى الانتقام من أبناء محافظة مأرب ومن كل اليمنيين النازحين داخل محافظة مأرب، كونها تعتبر كل اليمنيين أعداء وتستعدي كل من يخرج عن فكر هذه الجماعة الإرهابي. هي تعتبر أن هؤلاء الذين نزحوا من مناطقهم ومن من قراهم التي استولت عليها الميليشيات الحوثية أنهم أعداء، ولذلك يعني تستعديهم، وهي لا تفرق بين عسكري ولا مدني، هي تستهدف كل اليمنيين. أختي العزيزة، أيضا هي محاولة لرفع معنويات مقاتليها المنهارة الذين تلقوا خلال الأيام الماضية ضربات موجعة سواء من قبل طيران التحالف الذي يعني استطاع أن يضرب هذه الميليشيات في مقتل، سواء في مخازن الأسلحة أو في منصات الصواريخ أو في استهداف منشآت سرية لخبراء إيران. أيضا الضربات التي تلقتها الميليشيات الحوثية في جبهات القتال سواء في جبهة مأرب أو في جبهة شبوة أو في جبهة الساحل الغربي، كل هذه الضربات المتلاحقة للميليشيات الحوثية جعلها تحاول أن ترفع من معنويات مقاتليها أن لديها القدرة على الاستهداف الصاروخي، وأنها ما زالت يعني قادرة على المناورة بالنيران الصاروخية باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. أيضا من جانب آخر حضرة العقيد، هناك محاولات من قبل الحوثي لحشد المزيد من والقيام بالمزيد من التجنيد التي لا تلاقي قبولا من قبل القبائل نظرا للحجم الكبير يعني التي خسرته من الناحية البشرية. يعني ما مدى الضغوط التي تمارسها هذه الجماعة على القبائل من أجل يعني استقطاب المزيد من التجنيد والحشد؟ أختي العزيزة، الميليشيات الحوثية مارست كل أنواع الضغوط على أبناء القبائل الذين يخضعون لسيطرة الميليشيات الحوثية. هناك ابتزاز بشكل كبير جدا للمشايخ القبائل وللعوز المادي التي تسببت به، أيضا اختطافات ممنهجة، في هناك تغرير وهناك يعني تغرير ديني وهناك تغرير ثقافي، بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا اللعب على المفارقات فيما بين القبائل والنزاعات القبلية والتحشيد تحت هذه المسميات. لكن أختي العزيزة، كما ذكرتي، هناك عزوف كبير جدا من قبل أبناء القبائل للدفع بأبنائهم، وخصوصا أنهم يعلمون أن هذه الجماعة باتت اليوم تقاتل من أجل أجندات إيران في المنطقة، وأنها ليست سوى أداة رخيصة لإيران في الوطن العربي، بالإضافة إلى ذلك أن من ذهبوا إلى مأرب لم يعودوا، وهم يعلمون أنهم دفعوا بالكثير من أبنائهم إلى مأرب تحت مسميات التأمينات الأمنية، وأنهم سيطروا على مأرب، ثم يتفاجؤون أن أبنائهم ذهبوا أدراج الرياح، وأن المعارك ما زالت هي في المناطق التي بدأت فيها المعارك منذ ما يقارب 8 أشهر، وأنه لا وجود لتقدمات، وأن تلك الهالة الإعلامية التي قامت بها الميليشيات الحوثية أنها تقدمت باتجاه مدينة مأرب كلها يعني اتضح للشعب اليمني أنها كذبا. ولذلك اليوم هناك من يحاسب الميليشيات الحوثية، أين ذهبوا أبناءنا، وأين يعني أين تلك التقدمات التي كنت تتكلم عنها. حتى خرجت الميليشيات ببيان تقول أنها خسرت ما يقارب 15,000 قتيل على تخوم محافظة مأرب، محافظة يعني محاولة لإرضاء الأبناء القبائل، أين ذهبوا أبنائهم. ومع ذلك أختي العزيزة، ما زلنا نحن في الحكومة الشرعية ويعني نناشد أبناء القبائل عدم الدفع بأبنائهم إلى محارق الموت التي يعني تسعى الميليشيات أن تدفن كل أبناء الشعب اليمني، وخصوصا الشباب، هؤلاء الذين هم أمل المستقبل في بناء اليمن، للأسف الشديد أصبحوا يعني وقود لهذه الحرب العبثية التي تسعى الميليشيات الحوثية أن تبيد هذا الجيل إرضاء لحسن إيرلو والإيران ولأطماع إيران في المنطقة. أيضا يعني حضرة العقيد، منذ حوالي الأسبوعين أو 10 أيام نلاحظ أن هناك تغيير في موازين المعارك لصالح الجيش الوطني، خلفيات هذه التغييرات؟ أختي العزيزة، كما يعني استمعت لك وأنت تتكلمين مع مراسل الحدث، حقيقة هناك يعني استراتيجية تبعها الجيش الوطني، وهو استنزاف الميليشيات الحوثية، وآتت هذه الاستراتيجية أوكلها، وخسرت الميليشيات الكثير من قدراتها سواء البشرية أو العسكرية المعداتية، وطيران التحالف كان له دور كبير جدا في هذه الخسائر البشرية والمعداتية. اليوم حينما يعني
الميليشيات الحوثية سحبت كل قواها من مختلف الجبهات إلى تخوم محافظة مأرب، فتحت هناك جبهات وأصبحت الميليشيات غير قادرة على إدارة المعركة في أكثر من محور، يعني لأنها تعلم أنها إذا ما سحبت مقاتليها من محافظة مأرب إلى الجبهات الأخرى ستخسر هذه المناطق التي سيطرت عليها أو ستخسر المناطق الأخرى. اليوم الميليشيات الحوثية ليس لديها الغطاء الجوي، والغطاء الجوي يوفر بشكل كبير جدا يعني أو يمهد للعمليات العسكرية للجيش الوطني على الأرض بشكل أكبر للانتقال إلى الهجوم من الدفاع المباشر مع العدو، وهذا ما تأتى في جبهة شبوة وما تأتى في جبهة مأرب من تراجع الميليشيات الحوثية وحدة المواجهات. أيضا فتح جبهة الساحل الغربي كان لها دور كبير جدا في تشتيت القدرات. كل هذا سيجعل الميليشيات الحوثية، أنا في اعتقادي، إذا ما فعلت باقي الجبهات في وقت متزامن غير قادر على إدارة المعركة بشكل كبير جدا. يعني كنت تفضلت وتحدثت عن شبوة، أهمية العمليات ونجاح هذه العمليات في مديريات شبوة وتأثيرها على يعني المواجهات في مأرب. شبوة هي الجبهة المتاخمة بشكل مباشر لجبهة مأرب، وهي الأنجع والأكثر إيلاما للميليشيات الحوثية. إذا ما استطاع الجيش الوطني تطوير الهجوم من الحركة والتشبث بالأرض وتأمين الأجناب والوصول إلى قطع الطريق الرابط ما بين حريب وما بين يعني مديريات شبوة، أنا في اعتقادي أن الميليشيات ستنحصر بشكل كبير جدا، رغم أنه ما زال لديها طريق من البيضاء عن طريق ماهلية وصولا إلى مأرب، لكنها هذه طريق جبلية ووعرة، والطريق التي كانت تستخدم للدفع بالأمواج البشرية باتجاه مأرب سيقطع بشكل كبير جدا. أيضا يعني تأمين محافظة شبوة بشكل أكبر سيعزز من عمل الجيش الوطني باتجاه محافظة مأرب. كل هذا أنا في اعتقادي أنه بحاجة إلى تأمين الأجناب والتشبث على الأرض وكذلك تطوير الهجوم من الحركة. هذه جبهة مهمة جدا، وأنا في اعتقادي أنها الجبهة الرديفة لجبهة مأرب إذا ما فعلت بقوة. نشكر لك كل هذه المعلومات العسكرية التي تفضلت بها معنا من القاهرة، المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبو حاتم. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو الدول المتفاوضة مع إيران لاتخاذ موقف لمنعها من التخصيب. المنتخبة هي من سوف يتجه إليها الشعب، وأما أن يدعمها أو يسقطها. هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح، هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح. الحديث اليوم عن التوافق متأخر جداً، هل يمكن أن نقول لكل إقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل المخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في ليبيا. كل الحلول السابقة ساهمت في مزيد من التشظي والانقسام. هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآت. هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ We'll be right back.
أهلا ومرحبا بكم مرة جديدة. قال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت إن على القوى العالمية الضغط على طهران لوقف تخصيب اليورانيوم قبل استئناف جولة أخرى من محادثات فيينا، داعيا كل دولة تتفاوض مع إيران في فيينا إلى اتخاذ موقف قوي بمنع طهران من تخصيب اليورانيوم. بنت أكد لصحيفة جيروزاليم بوست أن الوقت المناسب لاستخدام مجموعة أدوات مختلفة ضد اندفاع إيران للأمام في مجال التخصيب بدور. قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ألون شوستر لصحيفة The Times of Israel أن إيران مشكلة للعالم بأسره وليس لإسرائيل وحدها، مشيرا إلى أن بلاده استخدمت القوة ضد أعدائها من قبل وأنه في الحالات القصوى تكون هناك ضرورة لاستخدام الوسائل العسكرية. هذا ومن المقرر أن يصل اليوم رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع إلى واشنطن لإطلاع المسؤولين الأمريكيين على معلومات وصفت بالجديدة تتعلق بالمشروع النووي الإيراني. وأضاف مراسل الحدث أن برنياع سيؤكد خلال زيارته للولايات المتحدة أن إيران باتت تملك كمية كافية من اليورانيوم لامتلاك قدرة نووية عسكرية إن أرادت رفع درجات التخصيب، وأن إسرائيل لن توقف عملياتها ضد المشروع النووي الإيراني على رغم من المفاوضات معها. كما أكد مراسل الحدث أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيزور واشنطن يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن للبحث في الملف النووي الإيراني والخلافات حوله. قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني قال إن طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا فإنها ستتوجه نحو الصين والهند لتحقيق مصالحها. حسيني أضاف أن فريق التفاوض الإيراني في مفاوضات فيينا لديه كامل الصلاحيات، لذلك مؤكدا أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق فيمكن لإيران الحصول على مصالحها بالتوجه نحو الهند والصين. في السياق شدد رئيس مكتب الرئيس الإيراني غلام حسين إسماعيل على أن طهران جادة تماما في المحادثات الرامية لاستعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية، موضحا أن الهدف النهائي لبلاده في المفاوضات هو إلغاء كل إجراءات الحظر. بدوره أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تسعى للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنها في الوقت عينه تستعد لعالم لا عودة فيه إلى هذا الاتفاق. كما شدد المسؤول الأمريكي على أن طهران تراجعت عن كل الحلول الوسط التي قدمتها خلال المحادثات السابقة في فيينا. ما زال الغموض يحيط بالانفجار الذي وقع قرب منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم أمس في وقت يخيم الجمود على المحادثات النووية بين طهران والقوى الكبرى. وفي حين قال موقع نور نيوز التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الانفجار جاء في إطار تدريب لقوة الرد السريع على التعامل مع الهجمات المحتملة. أشار حاكم ناتانز إلى أن سبب الانفجار قيد الدرس وأن المسؤولين العسكريين والأمنيين يدرسون سبب الانفجار، مضيفا أن نتيجة النهائية ستعلن يوم الأحد. We'll be right back.
وللمزيد حول آخر التطورات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ينضم إلينا من لندن الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية. أهلا بك دكتور برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية في متابعة لهذا الملف المعقد والشائك. برأيك على ماذا تعول إيران اليوم يعني من خلال هذا الموقف المتعنت، خصوصا وأن إسرائيل اليوم تطرح كل الخيارات مفتوحة؟ تحياتي لك وإلى مشاهديكم الأعزاء. بلا أدنى شك أن خطأ آية الله خامنئي في تقييم وتقدير موقف رئيس الأمريكي جو بايدن والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأوروبيين تسبب في أن يوفد إلى فيينا 40 شخصا بدلا من بضعة أشخاص، وكان يتوقع بأن يكون مشهد هؤلاء 40 شخصا جاءوا من إيران مهيبا ومثيرا، والولايات المتحدة الأمريكية سوف تقبل، وسبق أن تلقى إشارات إيجابية وتشجيعية من وسطاء وخاصة جماعات لوبيا الإيراني بواشنطن. ولكن خلافا لتوقعه فإن ما أريد على إيران في فيينا كان مختلفا تماما عن تصورات مرشد النظام. الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتوقيع على اتفاقية مؤقتة، ولكن هذه الاتفاقية المؤقتة هي نسخة وفقا لاتفاقية الأولى، ففقط فارق بين هذا الاتفاقية والاتفاقية الماضية مدة زمنية في هذا الاتفاقية مختلفة، بينما آية الله خامنئي يريد إلغاء العقوبات. نعم رئيس الأمريكي جو بايدن لإيفاد نوع من التشجيع للجانب الإيراني أو إشارات إيجابية وافق على استمرارية بيع الكهرباء الإيراني للعراق خارج العقوبات، ولكن ليس مستعدا لإلغاء العقوبات. إلغاء العقوبات مرهون بإجراءات مرحلية. إيران يجب أن تعيد النظر في مشروع العسكري النووي. نعم. على سبيل المثال ما حصل أمس في نتنز هذا يدل على أن في الوقت نفسه إيران تستعد لمواجهة عسكرية. أحد طائرات بلا طيار انطلقت من قاعدة بنتنز وتم إسقاطها بالصاروخ روسي. فهكذا يعني هناك دلائل أو مؤشرات تدل على أن إيران أيضا لم تعد متفائلة كما كان في السابق بحصول اتفاقية جديدة. يعني ما يفهم من خلال ما تفضلت به حول يعني الصاروخ في نتنز انها نوع من الرسائل من قبل ايران، ايضا بالوقوف عند يعني الموقف الامريكي. مسؤول في الخارجيه قال ان واشنطن لن تسمح لطهران بمواصله عرقله المفاوضات النوويه، وايضا بانها يعني بالنسبة لتسريع إيران لبرنامجها النووي تعتبر بأنه مستفز، وبالتالي ما الذي نتوقعه اليوم من الموقف الأمريكي أيضا في هذا الصدد؟ هل نتوقع المزيد من العقوبات في حال عدم تراجع إيران عما أن يكون هناك خطوة بخطوة بتنازل تدريجي وبنوع من التكافؤ من قبل الطرفين، الجانب الإيراني والجانب الأمريكي؟ هناك هدنة من العقوبات جديدة. إذا لم يتمكن الجانب الإيراني من تماشي مع الأرض الأمريكي من قبول بما هو على طاولة، فبلا أدنى شك الولايات المتحدة الأمريكية للحيلولة دون قيام إسرائيل بضرب على الأهداف العسكرية والصناعية الإيرانية ستفرز على إيران عقوبات جديدة، أهم شيء نفط. إيران أصبحت دولة فاشلة failed state بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات نفطية، ومرة أخرى يعني ممكن أن يكون النفط السلاح الجديد والسلاح الآخر بيد الأمريكان لفرض يعني منع الحظر على مبيعات النفطية الإيرانية.
فهكذا إيران لن تتمكن، لن تتمكن. انظروا إلى وضع الداخلي، وضع الاقتصادي، إلى كورونا، فلا يمكن أن يستمر هذا النظام في سياسته الراهنة. وهناك أكثر من عقوبات، لا أعتقد فقط العقوبات، إن زيارات متبادلة بين المسؤولين الأمريكان والإسرائيليين يدل أيضا على أن هناك تبخة جديدة بين واشنطن وإسرائيل. واشنطن لا تتحدث عن الحرب، ولكن بالتأكيد واشنطن تعرف جيدا بأن نهاية الأمر لا تستطيع أن تمنع إسرائيل بتوجيه بتبرير دفاع عن النفس، بذريعة دفاع عن النفس، من إسرائيل من توجيه ضربات عسكرية حاسمة على إيران. هل هذا يعني دكتور نوري بأنه هل سيكون بإمكان إسرائيل أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية أي واشنطن بالتعامل مع الملف النووي بعيدا عن المفاوضات؟ إذا كان لدى واشنطن ورقة يعني تؤيد بأن إيران جدا مستعدة لمراجعة سياساتها، فبلا أدنى شك إسرائيل لن تكون قادرة على إقناع الإدارة الأمريكية. ولكن ليس لدى الأمريكان أي شيء. جو بايدن منذ يوم الأول كان متفائلا، كان انظروا النظام يقتل شباب في زاين درود ويضرب عيونهم، وولايات المتحدة الأمريكية لا تقول كلمة واحدة كأنه إيران بوركينا فاسو. فلذلك ليست بيد الرئيس الأمريكي أي ورقة أو امتياز يقول لإسرائيل انظروا لقد نجحنا من كسب هذا الورقة من إيران، ليس لديهم أي شيء. فلذلك اعتقد في نهاية المطاف إسرائيل هي التي ستقنع الإدارة الأمريكية بأن قد هان الوقت لمؤاقبة إيران بشكل حساس وجدي. هذا ما يبدو حتى الآن من خلال تصريحاتها. نشكر لك هذه المشاركة معنا من لندن الدكتور علي نوري زادة بكل ما تفضلت به من مداخلات رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية. نفى التحالف الدولي ضد داعش تعرض قاعدة التنف لأي هجوم، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بوقوع انفجارين هزا منطقة حدودية بين سوريا والعراق والأردن توجد بها قاعدة التنف. ونسب المرصد السوري لمصادره أن مروحية تابعة للتحالف حلقت في أجواء المنطقة 55 الواقعة ضمن البادية السورية، حيث وقع الانفجاران دون ورود معلومات إضافية عن طبيعة الانفجارين. لكن مصدر محلي أبلغ قناة روسيا اليوم أن 3 قذائف صاروخية سقطت على قاعدة التنف القريبة من حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي، وعقب ذلك تحليق مكثف لمروحيات أمريكية. وعلى الحدود السورية العراقية أفاد المرصد السوري بوصول شحنة أسلحة وذخائر إلى الأراضي السورية قادمة من الأراضي العراقية. المرصد قال إن الأسلحة كانت محملة بشاحنات خضار للتمويه خوفا من استهدافها من قبل الطيران الأمريكي أو الإسرائيلي، مضيفا أن شاحنات توجهت نحو مدينة الميادين غرب الفرات. المرصد السوري كشف عن تفريغ الشاحنات داخل مستودعات في منطقة الشبل الأثرية. أجلت المحكمة الاتحادية العراقية النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات إلى 13 من الشهر الجاري. الخسارة التي مني بها تحالف الفتح دفعت بزعيمها للتفتيش عن ذرائع ليشكك من خلالها بمفوضية الانتخابات ونتائجها. العامري زعيم الفتح أعاد تقريرا قديما كان أشار إلى مشاكل في أجهزة التصويت العائدة لشركة هانسوليت الألمانية الفاحصة. العامري ورغم اعتراضه المبكر على نتائج الانتخابات وتحريك أنصار التحالف للتظاهر وإطلاق اتهامات بالتزوير، إلا أنه لم يحاجج سابقا بتقرير الشركة الألمانية. وكانت مفوضية الانتخابات ردت الأسبوع الماضي على ما ورد بشأن تقرير الشركة الألمانية مؤكدة عدم وجود أي تلاعب بنتائج الانتخابات. وكشف عضو
فريقها الإعلامي عماد جميل أحضر الشركة المعنية لمركز عد البيانات، حيث وضعت ملاحظات تمت معالجتها من قبل الشركة الكورية المنتجة للأجهزة، وأكد أن المفوضية لم تخفي تقرير الشركة الألمانية التي قالت إن إجراءات الفتح والإغلاق ونقل النتائج ومطابقتها كانت تعمل بصورة صحيحة خلال التصويتين العام والخاص، وكانت المفوضية أكدت حصول الفتح على 17 مقعدا فقط مقابل حصوله في الدورة النيابية الماضية على 48 مقعدا. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. مجلس السيادة السوداني يؤكد أن تشكيل حكومة حمدوك خلال أسبوعين على أبعد تقدير. أهلا بكم من جديد. في آخر المستجدات الليبية، دعا 72 عضوا في مجلس النواب الليبي إلى جلسة طارئة نتيجة التطورات التي وصفوها بالسلبية في العملية الانتخابية، وأعربوا في بيان عن قلقهم الشديد من السكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات وعدم تنفيذ القانون. طالت العملية الانتخابية، وطلب النواب رئيس مفوضية الانتخابات والجهات المسؤولة عن الانتخابات حضور جلسة المساءلة. وقالت مصادر الحدث قالت إن النواب يبحثون عدم تطبيق المادة 12 على المترشحين. الفوضى التي أعقبت ثورة 2011 هيئت الظروف لتدخل أطراف إقليمية دفعت بمرتزقتها لتنفيذ أجندتها في ليبيا. هذا الملف طفى على سطح أواخر عام 2019 بعد الاتفاق الأمني الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج. بموجب ذلك الاتفاق بدأ المرتزقة وغالبيتهم من السوريين أو الذين انضموا إلى مقاتلي الحرب بالوكالة التابعين لشركة فاغنر الروسية بالتدفق على ليبيا، لكن المشهد بدأ أكثر سخونة في مناطق نفوذ حكومة الوفاق غرب البلاد الخاضعة لسيطرة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة. رحلة المرتزقة السوريين تبدأ من شمال سوريا حيث يتم تدريبهم في معسكرات. ينتمي هؤلاء إلى فصائل فرقة السلطان مراد وفرقة الحمزات ولواء المعتصم بالله، وتشرف عليهم شركة تسمى سادات التركية التي لا تقوم فقط بالتدريب بل تنظم عملية تبادل المرتزقة. وفي قواعد في الغرب الليبي يحط المرتزقة السوريون رحالهم في قواعد كالخمس وقاعدة معيتيغا وقاعدة الوطية، والتي يتواجد بها مجموعة من المتدربين وقوات تركية.
أعداد المرتزقة السوريين تناقصت بعد الضغط الدولي على تركيا بنحو لا يتجاوز 10,000 مقاتل. الإطاحة بنظام القذافي منحت أيضاً ملاذاً آمناً لمقاتلين أجانب من جنسيات متعددة من تشاد والسودان وكذلك من المعارضة النيجيرية تواجدت في قاعدة جنوب ليبيا قبل تجنيدهم من قبل الأطراف المتنازعة. وبينما لا تتواجد إحصائيات دقيقة لأعدادهم إلا أن مصادر تقول إنهم لا يتجاوزون 10,000 مقاتل. يكمن التحدي في إبعاد هؤلاء على وجه الخصوص بإيجاد مقاربة وتسوية سياسية مع أنظمتهم في الساحل الأفريقي التي ترفض استقبالهم، لكن المحادثات التي أجرتها مؤخرا اللجنة العسكرية 5+5 قادت إلى قبول دول الجوار الليبي باستعادة مواطنيها المرتزقة العائدين من ليبيا، كما أن الخطة التي أكملتها اللجنة العسكرية في جنيف تنص على البدء بسحب القوات الأجنبية إلى نقاط متفق عليها، ثم العمل مع مراقبين دوليين ومحليين لتنفيذ الإجلاء بشكل تدريجي. بعدها الشروع في عملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتوثيقها، وأخيرا ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية وفق خارطة زمنية محددة. وللحديث أكثر عن الشأن الليبي ينضم إلينا من تونس عز الدين عقيل الكاتب السياسي الليبي. أهلا بك أستاذ عز الدين برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. تحديات متتالية تشهدها ليبيا طبعا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر، برأيك هل من بوادر لانعقاد هذه الجلسة بناء على طلب 72 نائبا برلمانيا؟ تحياتي لك يا أختي الكريمة وكذلك لمشاهديك الكرام. أعتقد أنه من الواجب الوطني العميق والدقيق أن تنعقد هذه الجلسة فعلا، لأن تمت الحقيقة انتهاكات جسيمة وتمت أخطار تحيط بهذه الانتخابات المفخخة والملغمة أصلا والانتحارية أساسا. هناك تسييس وانحراف للقضاء سواء بقيام محكمة في طرابلس بتجاهل المادة 12 في انتهاك جسيم لمبدأ الفصل بين السلطات، بين السلطتين القضائية والتشريعية بإجازتها لمشاركة دبيبة في الانتخابات، أو سواء بقيام محكمتين في كل من الزاوية ومصراتة بالحكم بالإعدام على مترشح وإقصاء مترشح آخر، مع أن القضاة في هاتين المحكمتين يعرفان تماما أو يعرفون تماما بأنهم ممنوعون قطعا من المشاركة في أي تفاعلات قضائية لها علاقة بالانتخابات، لأن مجلس القضاء الأعلى حدد كل من محاكم طرابلس وبنغازي وسبها حصرا للتعامل مع مثل هذه القضايا. أيضا هناك قضاء يحاصر بالسلاح، هناك قضاة منعوا من الوصول عمليا إلى منصاتهم لكي يقوموا بتقديم الأحكام اللازمة والقيام بواجبهم. أيضا هناك حالة من الإرهاب التي تعرض لها هؤلاء القضاة. هناك أيضا تصريح خطير من السفير الأمريكي قال فيه بكل وضوح بأن بلاده تشارك الليبيين مخاوفهم من نتائج هذه الانتخابات. إذا كنت أنت تخاف من نتائج هذه الانتخابات وأنت الدولة العظمى وأنت الذي تدفعنا دفعا نحو هذه الانتخابات، فماذا نقول نحن الليبيون الذين نعتقد أصلا أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تقوم، لأن ليبيا فعلا لا يوجد فيها مقاوم واحد يمكن لهذه الانتخابات أن يمكن أن يؤيد قيام هذه الانتخابات. أيضا هناك تخفيض عمر الرئيس من 40 سنة إلى 35 سنة الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بإجبار البرلمان وإجبار المفوضية العليا للانتخابات بتخفيض عمر الرئيس رغما عنهم من 40 سنة إلى 35 سنة من أجل فتح الباب أمام صبي من صبيان واشنطن لكي يشارك في هذه الانتخابات ولكي يكون مرشح واشنطن فيها. فبالتالي أعتقد أن مشاكل أيضا اليوم في الفيس وبشكل واسع في الصفحات الليبية يدور صك، وهو الصك على الأغلب حقيقي، هذا الصك صادر عن بنك البركة فيه تحويل من أحد أصهار دبيبة إلى أحد القضاة لقيمة قدرها 100,000 دولار، وهذا القاضي هو أحد القضاة الذين شاركوا في محكمة استئناف طرابلس التي أجازت مشاركة دبيبة في الانتخابات. بالتالي الحقيقة الوضع جد خطير، الوضع لا يقول أبدا أننا أمام إجراء انتخابات، بل أمام إجراء حفلة إجرامية، أمام إقامة حرب حقيقية، أمام إقامة صراع جد عنيف بين الليبيين من الممكن أن يؤثي على ما بقى لهم. بالتالي أعتقد أنه من أقل واجبات البرلمان أن ينعقد اليوم فعلا وأن يقول كلمته، ضمن مع أن ربما راح تجمعة البرلمان أنفسهم يرفعوا في الأسهم تحهم، يعني يحاولوا يضيقوا الخناق على بعض المترشحين من أجل أن يعقدوا معهم صفقات، لأن اليوم الفساد عام
ولا تجدي فعلا مكان يمكن للليبيين أن يتكوا عليه ويقولوا بأن هذا المكان فعلا يمكنه أن ينصفنا. هل نتوقع يعني إجراء مثل هذه التعديلات المطلوبة اليوم مع قرب الاستحقاق الانتخابي؟ أي تعديلات أختي الكريمة؟ فيما يتعلق بالمواد 12 وبمشاركة دبيبة؟ لا البرلمان لن ينعقد لكي يعدل المادة 12، لأن فعل الجريمة إذا كان بعد ما دبيبة ترشح يعدلوا هم المادة 12، هذه فضيحة، هذه فضيحة لا حدود لها. التعديل يعني للبت بكل التطورات السلبية أستاذ عز الدين، من نتيجة التعديل للبت بكل هذه التطورات السلبية المتعلقة بالانتخابات. نعم تفضل. أعتقد أنهم سيصدرون أو سيرفعون الصوت باحتجاجات كبيرة، لأن البرلمان من الطبيعي أن يتمسك بالقوانين التي أصدرها، من الطبيعي أن يتمسك البرلمان بأن تكون الانتخابات نزيهة، أو على الأقل هذا ما أتوقعه شخصيا. أعتقد أنهم سيصدرون بيان شديد اللهجة، بيان يلغي فعلا من جانب البرلمان كل ما ترتب على تحديه الواضح والجسيم، على بالتأكيد هو سيقول شيء عن تحدي المحاكم لقانون الانتخابات، لتلك المحاكم التي تحدت حتى النظام القضائي نفسه وعقدت جلسات وحكمت على مترشحين، واحد بالإعدام وواحد بالإقصاء، ما يعني أن هذه المحاكم تحولت فعلا إلى جهات سياسية وإلى أحزاب، وأنها أساءت إلى سمعة من حكمت عليه بالإعدام وإلى سمعة من أقصته، وبالتالي هي فعلا شاركت في تشويه سمعة مترشحين دون وجه حق. أعتقد أن البرلمان لابد أن يرفع صوته بشكل كبير من أجل مواجهة كل هذه الفوضى، هذا إن سمعنا هذا الصوت وأتمنى أن نسمعه. وبالتالي هل تتوقع أن يتم تأجيل هذه الانتخابات؟ شوفي أختي الكريمة، ما يجري كل مقاولة أجنبية غربية يقودها التحالف الإنجلوساكسوني الأمريكي الإنجليزي، مصير الليبيين برمته بهذه الأيدي. إذا كان قرر الإنجليز والأمريكان أن تتأجل ستتأجل، إذا قرر الإنجليز والأمريكان بدل ما يأجلوها يديروها غدا صباحا، غدوة ستجد فتحت المراكز الانتخابية وطلب من الناس أن يتدافعوا نحو هذه الصناديق. المصير الليبي الآن برمته بأيدي الغرب عموما والتحالف الإنجلوساكسوني تحديدا، وهما اللذين يحددان مصيرنا بالكامل. نشكر لك هذه المداخلة معنا من تونس عز الدين عقيل الكاتب السياسي الليبي، شكرا لك. أكد مكتب الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان ما تناولته وسائل إعلام على لسانه أن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين. وأكد مجلس السيادة السوداني تشكيل الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك خلال أسبوعين على أبعد تقدير، وأعلن عضو المجلس السيادي أبو القاسم محمد المعروف ببرطم أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استكمال الفترة الانتقالية، وأضاف أنه سيتم تعيين ولاة الولايات وإنشاء المفوضيات وتكوين المحكمة الدستورية. ولفت برطم إلى أن التظاهرة حق مشروع مع الالتزام بسلمية التظاهرات، مضيفا أن أغلاق الشوارع يعطل الحياة ويقيد حرية الآخرين ويلحق الضرر بممتلكات الدولة وفق قوله. قال خبراء الصحة العامة في جنوب إفريقيا إن زيادة معدلات دخول الأطفال للمستشفيات بسبب تفشي سلالة أوميكرون ينبغي أن يدفع إلى الحذر، لكنه لا يثير الذعران نظرا لأن الأعراض بسيطة. ودخل عدد كبير من الرضع إلى المستشفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا الشهر الماضي، مما عزز مخاوف من أن تكون سلالة أوميكرون تشكل خطرا أكبر على الأطفال الصغار مقارنة بغيرها من سلالات فيروس كورونا. وذكر الخبراء أن أكثر من 100 طفل تقل أعمارهم عن 9 أعوام من بين 1500 مصاب بالفيروس، وهي نسبة أكبر من الموجات السابقة للجائحة. في ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها. التحالف يعترض 4 مسيرات حاولت استهداف المنطقة الجنوبية تزامنا مع 4 صواريخ حوثية على مأرب. رئيس الموساد يحمل لواشنطن معلومات عن نووي إيران، والدفاع الإسرائيلي تؤكد الحاجة للوسائل العسكرية. أكثر من 70 نائبا ليبيا يدعون لجلسة طارئة للبرلمان لبحث شبهات التزوير وعدم تنفيذ القانون الانتخابي.
حمدوك قد ينجز حكومته خلال أسبوعين، ومكتب البرهان ينفي مشاركة عسكريين في انتخابات السودان. في الختام نشكر لكم هذه المتابعة، ابقوا دائما برفقتنا مع قناة الحدث للتعرف على المزيد. إلى اللقاء.